أهلا بكم إلى الأخبار من الميادين وفي عناوينها. السلام عليكم ورحمة الله. رئيسي أمام مجلس الدوما: الإرهاب هو نتيجة سياسة الهيمنة الأمريكية الفاشلة، وواشنطن باتت في أضعف مواقفها. موسكو تحذر واشنطن من العواقب المأساوية لاتهامها حول كييف وتتهمها بالاستفزاز، وبايدن يتوعد روسيا إذا غزت أوكرانيا. الجيش اليمني واللجان الشعبية يوثقون خسائر الإمارات ومسلحيها في شبوة، والتحالف يواصل غاراته على المدن وبينها صنعاء. معلش انهد الدوري بس راح ارجع، برجع ان شاء الله، راح نرجع، مش مطولين، هدول مش مطولين عنا. والذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، هي ثاني مره. الاحتلال يطلق سراح خمسه من عائله صالحيه التي هدم منزلها في حي الشيخ جراح بشرط الابعاد، والمحررون يؤكدون تعرضهم للضرب في السجون. ضربوني، ضربوك. انا متت 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 عم خير متت. تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية تغلق شارع 60 رفضا لوجود قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على رأس السلطة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية التعاون بين روسيا وإيران، مشيرا إلى أن نموذج هذا التعاون في سوريا أعطى ثماره بفضل مقاومة الشعب. وفي خطاب أمام مجلس الدوما شدد رئيسي على أن الإرهاب هو نتيجة سياسة الهيمنة الأمريكية التي فشلت، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وصلت إلى أضعف مواقفها، ولفت إلى أن سياسة الناتو الحالية ستؤدي إلى انهياره. سياسة الاحتلال المستمرة لإضعاف الدول من داخلها عبر العقوبات وزعزعة الأوضاع الداخلية فيها، هذا ما نراه في سوريا وأفغانستان عبر نقل الإرهابيين من منطقة إلى أخرى. نرى أن الناتو يدخل ويقتحم أراضي دول أخرى تحت ذريعة الدفاع، لكنه بذلك يهدد أمن هذه الدول وسلامتها. يكافح الديمقراطية الحقيقية وحقوق الشعوب في تحديد مصيرها، ما يفعله كذبة، وتصرفات الناتو هذه ستؤدي إلى انهياره في نهاية المطاف. فرض العقوبات الاقتصادية شكل جديد من أشكال الهيمنة، ويجب التعاون بين الدول المستقلة لمكافحة هذه الهيمنة. رئيسي أكد أن الاتفاقيات بين إيران وروسيا ستعطي دفعا كبيرا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى وجود مواقف مشتركة كثيرة بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين في المسائل الثنائية والإقليمية والدولية. هناك مواقف موحدة مع روسيا، العلاقات الصادقة التي نراها بين مسؤولين ستؤسس لأرضية ثابتة من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، ونحن ننوي تطويرها في مجالات السياسة والاقتصاد والعلوم والثقافة. ما يراه الرئيس بوتين هو أن مستوى العلاقات الروسية الإيرانية غير مقبول، لذا لابد من اتخاذ خطوات فاعلة لتطويرها، ونحن مصرون على تحسينها. الاتفاقيات بين إيران وروسيا ستعطي دفعا كبيرا لعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية. الرئيس الإيراني أكد أن سياسة بلاده لا تدعو إلى تصنيع قنبلة نووية، لأن ذلك ليس ضمن دستورها، مشيرا إلى أن أكثر من 15 مرة قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقارير بشأن نشاط إيران النووي يتناسب مع القوانين. إيران تنفذ جميع التزاماتها، وواشنطن والأوروبيون قوضوا التزاماتهم معها. أكثر من 15 مرة قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقارير تفيد بأن نشاطنا النووي يتناسب مع القوانين. سياسة إيران لا تدعو إلى إنشاء قنبلة نووية، لأن ذلك ليس ضمن دستورنا. سنستمر في حماية حقوق شعبنا مهما كانت الظروف، ولن نتخلى عن تحسين أوضاعه. إيران تنوي التوصل إلى اتفاق يرفع العقوبات الاقتصادية عنها. فتحنا جبهتين ضد الإرهاب وكنا تحت ضغط اقتصادي، لكن لدينا إمكانات اقتصادية كبيرة.
كذلك أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وأفاد مراسل الميادين في موسكو بأن البحث تناول مجمل القضايا الدولية والإقليمية، إضافة إلى مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي. وقد أكد الوزيران تصميم روسيا وإيران على مواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي. نبقى في روسيا، حيث أدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الصلاة في الكرملين قبيل قمته مع نظيره الروسي. مشهد صلاته في الكرملين لقي تفاعلا كبيرا في وسائل الإعلام العالمية وفي مواقع التواصل. هذا في حين خاطب رئيس مجلس الإفتاء الروسي الرئيس الإيراني بالقول: صلاتكم في الكرملين تحمل الكثير من الرمزية. التفاصيل في هذا العرض لعلي الأحمر. أهلا بكم. لم تمر صورة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهو يؤدي الصلاة في قصر الكرملين مرور الكرام، فقد تنقلتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية كما وسائل التواصل الاجتماعي، مع اهتمام مواقع عربية وإيرانية وأجنبية وحتى إسرائيلية بها. بداية من مكان الحدث روسيا، مع تغريدة لراهب أرثوذكسي يقول فيها: آية الله رئيسي يعرف أن المسلمين يمكنهم تأدية صلاتهم بحرية في البلاد المسيحية الحقيقية، مشيرا إلى أن رئيسي أدى صلاته في القصر الذي كان يسكن فيه ستالين معادي الفرس منذ 70 عاما. مغرد آخر أشار إلى أن هذه الصورة هي إحدى أفضل الصور الجيوبوليتيكية في القرن، فيما نقل آخرون ما دار في المحادثات بين بوتين ورئيسي. في إيران أعاد المشهد لدى البعض زيارة الشهيد قاسم سليماني لموسكو ولقاءه بوتين. أحد الناشطين قال: يوما ما أدى لواء قاسم الصلاة في الكرملين، واليوم يصلي الرئيس فيه. فيما حيى آخرون جهود رئيسي وعمله، محسن نشر صورة للسيد رئيسي خلال صلاته في إحدى ساحات القتال وأخرى له في الكرملين، وقال: الرئيس مجاهد، لا يهم إن كنت تدافع عن الأمة أو عن حقوقها، المهم أنه يقاتل. عربيا اخترنا تغريدة محمد الذي قال: فكرت كثيرا في تعليق معبر عن الرفعة والعزة في الصورة، فلم أجد أهم من إهداء سورة الفاتحة إلى روح الحاج قاسم. فيما رأى أحمد أن أداء رئيس الصلاة في الكرملين سابقة لم يفعلها أي حاكم مسلم قبلا. غربيا نأخذ هذه التغريدة التي يقول فيها مايك: قبل اجتماعه ببوتين كان على رئيسي أداء صلاته، وهي دائما استراتيجية جيدة عند التعامل معه. أما من آسيا فأشار مغرد إلى أن أحد الجوانب الجميلة للثورة الإسلامية أن تفعل ما تؤمن به أينما كنت. في هذه الأثناء أعلنت روسيا أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة بمشاركة مئات السفن والطائرات والقطع العسكرية خلال الشهرين الجاري والمقبل. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المناورات ستجري في المحيطين الأطلسي والهادئ والمحيط المتجمد الشمالي والبحر الأبيض المتوسط بمشاركة أكثر من 140 سفينة وأكثر من 60 طائرة و1000 قطعة من المعدات العسكرية ونحو 10,000 جندي. وكانت موسكو قد أعلنت أن إيران والصين ستشاركان في هذه المناورات. في غضون ذلك ردت موسكو على الاتهامات الأمريكية بشأن الإعداد المزعوم لهجوم ضد أوكرانيا، وقد اعتبر الكرملين أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة مزعزعة للاستقرار. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن هذه التصريحات تتكرر من دون توقف وهي لا تسهم أبدا في تهدئة التوتر الحالي. وقال أن روسيا تنتظر ردا مكتوبا من الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية في الأيام المقبلة. هذا الموقف جاء عشية اجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكين في جنيف، علما أن الوزير الأمريكي كان قد أعلن من كييف أمس أن واشنطن لن تقدم ردا خطيا بشأن الضمانات. بلينكين الذي اجتمع في برلين مع نظرائه الألماني والفرنسي والبريطاني أعلن في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنه سيقدم خلال لقائه لافروف غدا الرؤية المشتركة لواشنطن وحلفائها الأوروبيين حول إنهاء أزمة أوكرانيا دبلوماسيا، واعتبر أن روسيا قد تعيد إحياء مخاطر الحرب الباردة في أوروبا كما قال.
لقد كنا واضحين للغاية طوال الوقت. إذا تحركت أي قوة عسكرية روسية عبر الحدود الأوكرانية وارتكبت أعمال عدوان جديدة ضد أوكرانيا، فسيتم مواجهتها برد سريع وحاد وموحد من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا. تتمثل مهمتنا معا من خلال كل العمل الذي نقوم به في توضيح الخيارات المختلفة التي هي أمام الرئيس بوتين فعليا، الحوار والدبلوماسية من ناحية والصراع والعواقب من ناحية أخرى، من أجل ردعه وثنيه عن تجديد عدوانه على أوكرانيا. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أن أهم شيء بالنسبة للضغط على روسيا يجب أن نشدد على الموقف الأوروبي الموحد بشأن دفع روسيا ثمنا باهظا لأي عدوان على أوكرانيا. نطالب بأن تتخذ روسيا بشكل عاجل خطوات نحو خفض التصعيد. أي سلوك عدواني سيؤدي إلى عواقب وخيمة. هذا ليس أقل من مسألة الحفاظ على السلام في أوروبا. بالنسبة إلينا هو وجودي. الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد حذر من كارثة ستواجه روسيا إذا أقدمت على غزو أوكرانيا، مشيرا إلى أن ثمة فارقا بين الغزو والتوغل. وخلال مؤتمر صحفي لمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، أعرب بايدن عن اعتقاده بأن بوتين لا يريد حربا شاملة مع أوكرانيا. سيكون الأمر كارثيا على روسيا، ربما ينتصرون في النهاية، لكن خسائرهم ستكون باهظة. سيترتب على غزو أوكرانيا عواقب وخيمة على روسيا على المدى القصير والمتوسط والطويل، وستتكبد خسائر بشرية كبيرة بعد الدعم العسكري الذي قدم لكييف. تقديري أن الرئيس الروسي بوتين سيقوم بغزو أوكرانيا، لكنه لا يريد حربا شاملة. إلى اليمن، بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد وثقت الخسائر التي تتكبدها الإمارات في المعارك الدائرة في مناطق مختلفة من محافظة شبوة، وتظهر المشاهد فرار المسلحين التابعين للإمارات وتراجعهم تحت نيران الجيش واللجان الشعبية، إضافة إلى استهداف مدرعاتهم وآلياتهم بصواريخ موجهة أدت إلى اختراقها واحتراقها وتفجيرها. هذه دقومات المرتزقة. مدرعات المنافقين تحرق. الله اكبر. تم الان استهداف مدرع بصاروخ مجهول من نصر الله من عند الله. يا الله ست، يا الله ست، يا الله ست، يا الله ست، الله اكبر. قفل البيوت، يقوم بالتمشيط على المدرع. قوة يا ولي الله. وهذا الطقم تم اعطاله. عون الله وقوة الله يا ربي يا الله. هذه مدرعات العدو يحرقها المجاهدين. منافقين. مع سبق الإصرار والترصد، تمعن طائرة التحالف السعودي في استهداف المدنيين وممتلكاتهم لتكشف الضربات المتواصلة حجم الفشل السعودي في الحرب على اليمن والإفلاس الواضح لبنك الأهداف العسكري المزعوم. نتابع التفاصيل مع خالد الخليل. أكثر من 800 غارة شنها التحالف السعودي على اليمن منذ بداية هذا العام. عشرات الضحايا سقطوا خلال استهداف لم يطل إلا مناطق مدنية وأحياء سكنية. أطفال ونساء وشيوخ اقتضت بهم المستشفيات المرهقة أصلا بفعل الحصار. وفضلا عن كل ذلك، كان للبنية التحتية نصيب وافر من الاستهداف. فمن عمران إلى ذمار وصعدة طالت الغارات شبكات الاتصالات والطرقات العامة. اللافت في أيام القصف السعودي الموثق أن المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة لم تخرج لإدانة هذه الجرائم، بل سارعت ومن خلفها العواصم الغربية لإدانة قصف القوات المسلحة اليمنية لأبوظبي. طبيعة الأهداف التي قصفت منذ بداية عام 2022 تقرأ في مفهوم المعارك والحروب على أن التحالف بات مفلس الأهداف، ينتهج سياسة الانتقام
خصوصا في ظل هزائمه العسكرية في مأرب وشبوة. السعودية ومن خلال غاراتها تحاول إرجاع اليمن إلى المربع الأول وإثبات أنها الطرف الأقوى في معادلة الحرب وتسويق صورة المنتصر والمسيطر، لكن واقع الأمر هو أن التحالف السعودي خسر فعليا كل أوراقه في هذه الحرب ميدانيا وعسكريا وحتى سياسيا، فكل ذرائعه لشن الحرب تلاشت بعد 7 سنوات، بل وباتت الإمارات والسعودية تحت رحمة المسيرات والصواريخ اليمنية. وبين الحدثين أسئلة كثيرة تطرح حول ازدواجية الطاعات الأممي مع ملف اليمن والمعايير الإنسانية التي كفلتها القوانين التي جرمت استهداف المدنيين والبنية التحتية. في هذه الأثناء شرح رئيس الحكومة في صنعاء عبد العزيز بن حبتور أسباب هجوم القوات المسلحة اليمنية على الإمارات، فأوضح في مقال له في الميادين نت الدور الإماراتي في بلاده. بن حبتور أكد أن الإمارات أسست وحدات عسكرية انفصالية تحت مسميات مختلفة، كما أسست ودعمت عسكريا ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، واستباحت الجزر اليمنية في أرخبيل سقطرى وميون، وشرعت في بناء قواعد عسكرية ومطارات وموانئ فيها. بن حبتور لفت إلى أن أبوظبي استقدمت خبراء عسكريين إسرائيليين إلى اليمن، كما فتحت باب التجنيد لتسجيل المرتزقة، وأغلقت عددا من المطارات الحيوية وحولتها إلى مستودعات لحاجتها الخاصة. حول ما قاله ابن حبتور وشرحه ينضم إلينا من صنعاء وكيل وزارة الإعلام اليمنية في حكومة صنعاء السيد نصر الدين عامر. مرحبا بك سيد عامر معنا على الميادين. نسأل بخصوص يعني ما يتحدث به السيد بن حبتور وعن هذا الدور الإماراتي والذي مهد لتواجد إسرائيلي على الأرض اليمنية، كيف ستتعاملون مع هذا الدور الإماراتي في المقبل؟ هل هذا يعني استمرار هذه الإجراءات الإماراتية على الأرض اليمنية معناها استمرار استهداف الإمارات في الأيام المقبلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم. لا شك أن الإمارات منذ أن شن العدوان علينا هي شريك أساسي في هذا العدوان، أو نقول هي من أهم الأدوات في هذا العدوان، تحت هذا العدوان أو ضمن هذا العدوان الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وتستفيد منه وتدعمه إسرائيل. والإمارات لها دور بارز وتخريبي خبيث، يعني له أساليب مختلفة وطرق متعددة، استخبارات، تشكيل يعني مجاميع مسلحة، أيضا تنظيم وتدريب التكفيرين والدواعش، يعني له أوجه مختلفة، أيضا عمل أمني واستخباراتي واسع في مختلف المناطق المحتلة وأيضا التي غير محتلة، وقد ضبطت كثير من الخلايا المرتبطة بالإمارات وبالمخابرات الإماراتية في صنعاء وفي غيرها من المحافظات. لها نشاط ايضا تطور في يعني في فتره من الفترات الى ان يعني نشطت في الجزر وارخبيل سقطرى وسيطرت على هذه المنطقه، وهذا النشاط حتى في ارخبيل سقطرى ليس حديثا، وانما كان حتى من قبل العدوان ومن قبل ثوره 21 من سبتمبر، بل من ايام النظام السابق بشكل كبير جدا وواسع. يعني الامارات لها دور واسع. في فتره من الفترات كان هناك يعني نوع من الخوف من الإمارات دفعها إلى تجميد بعض أنشطتها وإعلانها لأنها انسحبت من هذا العدوان. صنعاء بطبيعة الحال تعاملت بحذر مع هذا الكلام ولم يعني تصدقه أو تعلن بأنه حقيقة، لأن المعلومات الأمنية كانت تؤكد أو العسكرية بأنه غير حقيقي هذا الانسحاب، لكنها حقيقة جمدت أنشطة معينة. عندما جمدت هذه الأنشطة لا يعني بأنها لم تكن نشطة، لكن هناك خطوط حمر لا يمكن التغاضي عنها، يعني مثل تصعيد عسكري لمزيد من الاحتلال لمناطق معينة، مضاعفة الجهود الأمنية والاستخبارات، يعني هناك خطوط معينة بحسب ما يقتضيه الواقع والميدان، إذا تجاوزتها الإمارات تأتي عليها يعني ضربات مثل ما وجهت لها في هذه الفترة وأيضا مثل ما وجهت لها من ضربات في السابق. إذا يعني عدم توجيه ضربات للإمارات لا يعني بأنها لا تمارس النشاط، أو أنه يعني لا يعني أنه بالضرورة أن تكون عمليات واسعة مماثلة لما حدث في
عملية إعصار اليمن تكون مقابل أي خطوة هنا أو هناك. يعني هناك تقديرات للموقف تحتم أن تكون هناك معادلات وخطوط وتوازن للردع هذا مقابل هذا. فيعني لا يعني في الفترة السابقة أن الإمارات لم تكن تمارس أعمال في اليمن عدوانية استخباراتية، بل كانت تمارس ذلك بالفعل وتقوم يعني بعمل كثيرة، ومنها حتى أنها أجلبت الصهاينة على شكل سواح، وأيضا تدخل استخباراتيا تحت غطاء الهلال الأحمر الإماراتي. هناك عمل أمني واسع. هنا لدي سؤال أستاذ عمر، لو تسمح لنا فقط، الدور الإسرائيلي في اليمن وهو يعني يبدو قد جاء من البوابة الإماراتية، ما طبيعة هذا الدور؟ ما هي أهدافه؟ نعم، النشاط الدور الإسرائيلي من خلال ما شاهدتم في الفترات الماضية، نحن كشفنا في صنعاء عن عدة وثائق للدور الإسرائيلي من زمن ماضي. يعني السواحل اليمنية هي مهمة بالنسبة للعدو الإسرائيلي وحساسة ومطمع للعدو الإسرائيلي ولكل الغزاة والمحتلين منذ سنين طويلة ومنذ زمن بعيد. لكن الإسرائيلي العدو الإسرائيلي له مطامع، وقد سبق له في فترة قديمة يعني احتلال جزر يمنية في فترات، أيضا كان له نشاط في أيام الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. فأقصد النشاط الإسرائيلي قديم. أيضا في العدوان هناك نشاط إسرائيلي على ما يبدو منفصل، وهناك نشاط أيضا عبر الإمارات. يعني الإمارات، تواجد الإمارات في أي نقطة هو لا يفرق، يعني سيكون تواجد إسرائيلي بطبيعة التعاون الأمني والاستخباراتي أو الخدمة التي تقدمها، لأنه لا يجوز أن نقول تعاون لأن ليس هناك خدمة متبادلة. يعني الإمارات تؤدي خدمة للإسرائيلي العدو الإسرائيلي في أي نقطة تتواجد فيه الإمارات، تقوم بعمل وخدمة للصهاينة، وقد ظهر حتى للعلن على مستوى السياحة. يعني بعيدا عن مسألة أن يستخدم عنوان السياحة لعمل أمني، لكن هناك سواح يسمى سواح صهاينة التقطوا صورا في جزيرة سقطرى. يعني هذه مخاطرة كبيرة جدا واستفزاز لمشاعر الشعب اليمني أن يتواجد صهاينة على الأراضي اليمنية، لكن الإمارات تتعامل مع جزيرة خبير سقطرى وكأنها اقتطعتها من اليمن وسيطرت عليها. صحيح نحن بعيدين نسبيا عن هذه الجزيرة حاليا باعتبار أن أجزاء من اليمن محتلة باتجاه جزيرة سقطرى، لكن في نهاية المطاف هذا استفزاز كبير جدا، وهذا نحن يعني في صنعاء ملتزمون بتحرير الأراضي اليمنية كاملة، ومتى ما كان هناك تواجد سواء إماراتي أو سعودي أو بريطانيا أو أمريكي، لأنه موجود بريطانيين في بعض المناطق وموجود أمريكيين في بعض المناطق وإن كان بشكل رمزي غير ظاهر لكن موجود، وأيضا هذا التواجد الصهيوني سواء عبر الإماراتي أو بشكل مباشر. كل هذه التواجدات أو هذا الاحتلال بأي شكل من الأشكال، نحن ملتزمون بأن نحرر اليمن بالكامل، هذا التزام أعلنه السيد عبد الملك، وتلتزم به صنعاء باعتبارات دينية وأخلاقية وقيمية وحتى دستورية. طيب بالتالي أسألك أيضا عن المشاهد التي بثت يمنيا بخصوص يعني الميليشيات المدعومة من الإمارات كما تسمى أو المسلحين، وبخصوص هذه الخسائر الفادحة، ماذا عن الموقف الميداني؟ نعم، بالنسبة للموقف الميداني، أولا بالنسبة للمشاهد هي تأخذ أهمية كبيرة جدا هذه المشاهد، باعتبار أن خلال الأيام الماضية شنت حرب نفسية كبيرة جدا ومحاولة للتصوير بأن هناك مجاميع، يعني هذه مرتزقة الإمارات ودواعش الإمارات، يعني بأنها مجاميع كبيرة ومهمة ولا تهزم، وبأنها يعني أسطورة وبأنها ستحتل اليمن بالكامل، وكأنه دخل عنصر جديد في الحرب هذه وجديد ولم يكن موجودا في الماضي. فكانت هناك حالة إعلامية كبيرة جدا حول هذه القوات. هذه المشاهد مهمة جدا، وضحت حجم الاستهداف الذي تعرضت لهذه القوات، أيضا كثافة هذه القوات التي جاءت وحجم المدرعات وعددها الكبير، لكن في المقابل ثبات المجاهدين يعني وقوة جيشهم وأيضا استهدافهم الكبير وعدد القتلى وفرار هذه المجاميع وحجم القتل الذي تعرض له هذه المجاميع وتدمير المدرعات. يعني جاءت هذه المشاهد بصورة مغايرة تماما عن ما خلال الأيام الماضية، واتضح بأن الغزاة هم الغزاة وبأنهم يتلقون القتل الذريع من أبناء هذا البلد في مواجهتهم كما هو على الماضي. يعني مسألة يعني الشق الثاني من السؤال لا أتذكره إذا سمحت. يعني أنا كنت أسأل بخصوص أهمية هذه المشاهد إعلاميا وعن الموقف الميداني.
نعم، بالنسبة للموقف الميداني، نعم الموقف الميداني لم يعد هناك أي تقدم لهذه القوات، هي تتعرض للقتل. أنا بحسب معلوماتي هناك ألوية بالكامل انتهت تماما وخرجت عن الخدمة والجاهزية. قتل خلال الفترة الماضية ألوية، يعني قادة ألوية، وهؤلاء القادة يعني هم منهم من كان جاء يعني قادم من ليبيا، يعني تنتقل دوليا عناصر مدربة ومؤهلة تحمل الفكر التكفيري، مجندة الإمارات تقاتل أينما أراد في خدمة الأمريكي والصهيوني في المنطقة. إذا عناصر مهمة جدا ومدربة قتلت خلال الفترة الماضية، وهذا مهم جدا. استراتيجية قواتنا في تلك المناطق هو إلحاق الضرر الكبير بشريا بهذه القوات باعتبارها عناصر داعشية وتكفيرية، يعني مهم أن يتم القضاء عليها، ليس فقط الدفاع عن الجغرافيا بقدر ما يلحق يعني الخسائر البشرية بهذه القوات باعتبارها ملوثة فكريا وبإمكانها أن تلحق الضرر بالمناطق التي تصل إليها. إضافة إلى أن أبناء المناطق في كل المناطق التي تشهد العمليات هم متعاونون مع أبطال الجيش والجان الشعبية خوفا من هذه العناصر التي تأتي وتمارس الانتهاكات والقتل والدمار وبحق الناس، وهي مجربة أساسا منذ الماضي. وأيضا دور الإمارات أصبح في اليمن مرفوضا بشكل كامل. شكرا جزيلا لك وكيل وزارة الإعلام اليمنية في حكومة صنعاء السيد نصر الدين عامر. إلى القدس المحتلة، حيث أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم عن 5 من عائلة صالحية الذين كان قد اعتقلهم الاحتلال إبان تدميره منزلها في حي الشيخ جراح. هذا ومن بين الخمسة الذين أفرج عنهم الاحتلال مقابل غرامة مالية وبشرط إبعادهم محمود صالحية الذي أكد تعرضه للضرب داخل السجن من قبل شرطة الاحتلال. محمود يا محمود تعال تعال على الرصيف تعال على الرصيف على الرصيف ارجعوا لورا ارجعوا لورا تعال هون ما بعثوا لنا دقيقة واحدة بس مع محمود تعالوا هون محمود احكي لنا الطريقة اللي اختطفوك فيها محمود ولا شيء في دار محمود تم الاعتداء عليك ضربوني ضربوك انت سالم المهم كله بتعمر تقدر توصف لنا الالم انت سالم كله بتعمر الالم اللي انت رحت فيه انا متت 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 عم خير متت اي 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 ارجع لورا مش هلا كل واحد يكون انت مطلوب منك ان شاء الله عمود بطريقه مصرينا عبوده كينه של המשטרה لعزوف المكان لعزوف المكان معلش نهدى الدوري بس راح ارجع برجع ان شاء الله راح نرجع مش مطولين هدول مش مطولين عنا والذين اخرجوا من ديارهم بغير حق هاي ثاني مره وأفاد محامي العائلة أن الاحتلال طلب غرامة مالية واشترط إبعاد المقدسيين الخمسة عن الشيخ جراح لمدة شهر مقابل الإفراج عنهم. الدولة والبلدية والشرطة فيش محن أمر هدم، كان محن أمر إخلاء بس ضد محمود، في قرار محكمة بس ضد محمود مش كل العيلة، احنا بنحكي عائلة مكونة من 30 شخص. هدم مش فيش أمر هدم أصلاً، في أمر إبعاد محمود وزوجته، إخلاء 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 محمود وزوجته، مش هدم. لما شو اللي عملوا؟ عملوا هن خطة جهنمية إنه حبسوا الكل، حبسوا العيلة، أخذوهن حطوا أخذوا الشباب الرجال وحطوهم بالسجن. لما يعني عملوا خدعة حطوهم بالسجن، لما حطوهم تأكدوا إنه اعتقال حطوهم في السجن، راحوا جابوا جرافات وهدوا البيت مع إنه فيش أمر هدم. محمود صالحية صاحب المنزل المهدم من قبل قوات الاحتلال في القدس المحتلة هو الآن معنا عبر الهاتف. مرحبا بك معنا محمود، بداية الحمد لله على السلامة، ثانيا صف لنا ما الذي جرى وكيف تعرضتم للضرب داخل السجن من قبل شرطة الاحتلال. طيب
يبدو قد انقطع الاتصال مع محمود صالحية، سنعاود الاتصال به بعد لحظات. وكما تابعنا بأنه محمود صالحية أفاد بعد خروجه من المعتقل أو السجن إلى تعرضه إلى الضرب وإلى اشتراط الاحتلال الإسرائيلي إبعاد العائلة عن حي الشيخ جراح، سنعود لهذا الملف. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. قصف مدفعي تركي على ريف حلب الشمالي بعد قصف مدينة قصد مدينة عفرين. جديد أهلا بكم، وبالعودة إلى ملف عائلة الصالحية، ومعنا الآن محمود صالحية. مرحبا بك سيد محمود. أهلا وسهلا حبيبي، حياك الله. بداية الحمد لله على السلامة، وصف لنا ما الذي جرى وكيف تعرضتم إلى الضرب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ألو سيد محمود، نحن نسمعك أنت على الهواء، تفضل. ألو سيد محمود، تسمعني؟ أسمعك حبيبي. طيب، كنا سألنا حول طبيعة تصرف الاحتلال معكم في السجن وكيف تعرضتم إلى الضرب، وعموما صف لنا الوقائع كيف جرت. الحمد لله رب العالمين. أول شيء كنا في البيت الساعة 2 في الليل، كان حوالي ناس، رحت دخلت على الغرفة، ما لحقتش أخش على الغرفة اللي هم داخلين علي، وحدات خاصة حوالي 600 جندي نزلوا لي، حاولوا يقعدوا على رقبتي هيك وقالوا لي ترفع اشرافك. سامعني استاذي؟ اي نعم سامعك، نعم تفضل. وقعدوا على راسي، قال لي انت شفت اللي سويته هذا؟ قلت لك انزل انزل، بتقعد على رقبتك وترفع اشرافك. قلت له انا ما عمريش نزلت راسي في الارض، اللي بقول لي انا بدي اطلع حافي من دورك. قلت له انت بدك تطلعني حافي من داري؟ قلت له بس انا راح ارجع على داري. اللي بيقول لي بدي اخرجك بدك ترجع على دارك. سحبوني وضربونا انا والاولاد، واخذونا على محطه الشرطه، حققوا معنا. الصبح قبل ما يطلعني على المحكمه باخذوني من طريق الدار، بيقول لي هاي دارك المهدومه. اتفرج عليها دارك المهدومه، واخذونا على المحكمه. طبعا المحكمة اللي هي محكمة احتلال ما بتشوفش حدا، واللي سووه معاي كتير، سووه ضرب بالمسقوبية وضرب بمحطة الشرطة، تعرضنا لضرب محطة الشرطة. طلعنا على المحكمة وما روحوناش، بعدين بعد ما تدخلت الناس وتدخلت صار عليهم ضغوطات، بس عشان هيك روحونا. والحمد لله رب العالمين على كل شيء، الحمد لله. الحمد لله. طيب السؤال اللاحق، اللي هي الخطوة اللاحقة بالنسبة لكم كعائلة، استمعنا لك كنت تتحدث سنعود. احنا راح نرجع عليها، وان شاء الله راح نرجع على دارنا كمان مرة، لانه اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، الآية اللي بتقول بالقرآن انه راح نرجع على بلادنا ان شاء الله. الذين أخرجوا من ديارهم من غير حق، احنا طلعنا من دارنا مرتين من غير حق، مرة من عين كارم وهي رجعوا لنا كمان مرة على القدس، طلعونا من دارنا. بس الحمد لله رب العالمين، احنا عارفين ان وعد ربنا راح يصير في الارض وراح نرجع بيوتنا، وفي عنا امل نرجع بيوتنا. هم مفكرين انهم يدعس علينا ويحطوا اجرهم على رقابنا، بس لا، ولا مرة. راح نرجع على دورنا ان شاء الله، وراح نضلنا نحارب فيهم. وانا بستسلمش، نوقع بس من قوم، نوقع بس من قوم. والحرب جولات، مره بتخسر مره بتربح، هم ربحوا معركه بس ما ربحوش الحرب ان شاء الله. سيد محمود، سؤال يعني بعيدا عن انه هذا هو ديد الاحتلال، التجاوزات على حقوق الانسان او الضرب، لكن كيف تفسر ما جرى معك؟ هذا الضرب، هذا الاستفزاز، هذا الدخول بهذه الطريقة إلى المنزل قبل كل ذلك، ثم بعد ذلك يعني أن يأتوا بك مقابل الدار ويقولوا لك تفرج، هذا هو دارك الذي تهدم. لهذا الاستفزاز ما الهدف منه برأيك؟ هذه القصة تبعتهم، يعني
النازيين بين بدهم يرجعوا لوقت ما دخلوا من 48 وقت اللي كانوا استعملوا أصابات الهدير، هم رجعوا كمان مرة بالتطهير، بسوا عملهم بسوا تطهير إرقي عنا في القدس الشرقية، هلأ بسوا عملهم تطهير إرقي ما بدهم مسلمين عنا هان الشغل اللي بسوا فيها هذا اسمع تطهير إرقي من القدس كمان، وإن شاء الله ما بنجحوا منه. الطريقة اللي استعملوها هاي طريقة عنصرية، طريقة نازية، اللي كانوا يقولوا عن النازية لا هم النازية مش إحنا النازية، بلدية الاحتلال اللي سوته هذا معروف هسه ما تطهياتها مع بني آدم عن القدس، بس احنا الحمد لله رب العالمين صامدين وراح نضلنا صامدين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود صالحية صاحب المنزل المهدم من قبل قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح. استهدف قصف مدفعي تركي مدينة تل رفعت وقرى عديدة في ريف حلب الشمالي شمال غرب سوريا. مراسلنا في حلب أفاد بأن القصف التركي جاء بعد قصف صاروخي لمسلح قصد على مدينة عفرين أوقع 6 قتلى وأكثر من 25 جريحا، كما قصف مسلح قصد أطراف مدينة عزاز ومحيط القاعدة العسكرية التركية جنوب غرب المدينة ردا على القصف التركي. لمزيد من المعطيات حول هذا القصف والقصف المتبادل معنا من حلب مراسل الميادين هناك رضا الباشا، مرحبا بك رضا. ماذا استهدفت تلك الصواريخ التي انطلقت من قصد أو من الجانب التركي؟ كيف بدأت هذه الاشتباكات بالصواريخ؟ نعم محمد، فعلا التوتر بدأ باستهداف مسلحي قصد لسيارة عسكرية تابعة لمسلحين الجيش الوطني التابع لتركيا، أدى إلى مقتل سائق السيارة وجرح من فيها. هنا تدخلت المدفعية التركية وبدأت بقصف ريف حلب الشمالي، تقريبا 9 قرى تعرضت للقصف إضافة إلى مدينة تل رفعت. القصف الشديد من قبل المدفعية التركية الذي كان يخرج من 3 قواعد تركية متواجدة في المنطقة ردت عليه قصد مباشرة بقصف مدينة عفرين، الأمر الذي أدى إلى وقوع 4 قتلى وأكثر من 26 جريح في مدينة عفرين. هذا الأمر أدى إلى توتير الجبهة بشكل كبير، وازداد القصف المدفعي التركي في ريف على ريف حلب الشمالي بشكل كامل، الأمر أيضا الذي دفع مسلحي قصد لرفع مستوى وتيرة القصف إلى مدينة عزاز ومحيط القواعد التركية التي تقصف ريف حلب الشمالي، إضافة إلى الحدث الأبرز في الساعة الأخيرة وهو قصف معبر الغزاوية الذي يعتبر هو سلك الوصل بين إدلب ومنطقة عفرين، أي أن مسلحي قصد عملوا على قطع الطريق الواصل بين إدلب وعفرين وعزاز. الأمر أدى إلى رفع أيضا حدة التوتر وزيادة القصف التركي بهدف إيقاف القصف على المراكز الهامة الذي يعتبرها المسلحون التابعون لتركيا يعتبرونها مراكز هامة، سواء الطريق الواصل بين عزاز وعفرين أو حتى الطريق الواصل بين عفرين وأدلب. في الساعة في نصف الساعة الأخيرة يمكن أن نقول بأن حدة القصف انخفضت كثيرا والتوتر يمكن أن نقول بأنه بدأ يزول بشكل كامل، ولكن تبقى المنطقة معرضة لعودة للتوتر من جديد في ظل التطور الذي شهدته الساعات الأخيرة، ويمكن أن يؤدي إلى توسيع حد هذا النطاق من القصف ليشمل مناطق وقرى أخرى. مراسل الميادين في حلب رضا الباشا شكرا جزيلا لك. خرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم حيث عمل عشرات المتظاهرين على إغلاق شارع 60 رفضا لوجود قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على رأس السلطة، وكانت فعاليات سياسية عديدة دعت إلى المشاركة في مليونية الوفاء لدماء الشهداء اليوم، كما دعت قوى الحرية والتغيير إلى تسيير مواكب جمعة الشهداء غدا الجمعة في العاصمة والولايات السودانية. إلى لبنان حيث حذر الرئيس اللبناني ميشيل عون من بعض الجمعيات والمجموعات التي نشأت بعد انفجار مرفأ بيروت وتعمل على استثمار الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة. وخلال كلمة أمام السلك الدبلوماسي دعا إلى حصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية. أن بعض الجهات تجاوزت واجب التنسيق مع مؤسسات الدولة اللبنانية الجامعة وتعاطت مباشرة
مع جمعيات ومجموعات بعضها نبت كالفطر بعد انفجار المرفأ، وتعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصا وأن لبنان على أبواب انتخابات نيابية. الأمر الذي يدفعني للتنبيه إلى ضرورة الحذر من هذه المجموعات وحصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة. عون أعرب عن ريبة بلاده من مواقف دولية تحول حتى الآن دون عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأمل ألا يستخدم بعض الدول لبنان ساحة لتصفية الحسابات. يأمل لبنان أن يعود الأمن والاستقرار إلى الدول العربية التي شهدت حروبا نتيجة الاعتداء الإرهابي التي حصل على أرضها، وفي مقدمة هذه الدول الجارة الأقرب سوريا، بحيث يعود النازحين منها في لبنان إلى أرضهم وممتلكاتهم، خصوصا أن لبنان ينظر بريبة إلى مواقف دولية تحول حتى الآن دون هذه العودة، على الرغم من توقف القتال في مناطق واسعة من سوريا، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب عرقلتها. عاد رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى لبنان بعد غياب استمر أشهر، ويعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولي التيار وحلفائه لحسم مسألة ترشحه للانتخابات النيابية. الحريري التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن يلتقي لاحقا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط، بحسب ما أفاد مراسل الميادين. في الولايات المتحدة، فشل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الحصول على الأصوات المطلوبة لتمرير مشروع قانون حقوق التصويت لمواجهة التشريعات التي اتخذها عدد من الولايات التي يحكمها الجمهوريون، والتي تحد من مشاركة الأقليات ومنهم الأمريكيون الأفارقة في التصويت في الانتخابات المقبلة. محمد كريم والتفاصيل. هزيمة جديدة يتلقاها الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدما فشل أعضاء حزبه الديمقراطي في تمرير مشروع قانون حقوق التصويت في مجلس الشيوخ، إثر إخفاقهم في الحصول على 60 صوتا المطلوبة لتمرير المشروع وفق اللوائح، الذي يرمي إلى حماية حق الأقليات في التصويت في الانتخابات، بما يتيح تسهيل التسجيل للناخبين ويضع معيارا موحدا للتصويت عن طريق البريد. السماح لحزب واحد بالسيطرة على مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة لن يؤدي إلا إلى صب الزيت على نار الأزمة السياسية التي تمزق البلاد، وليس عليك النظر بعيدا لترى كيف أن الناس منقسمون. وبرغم أن إدارة بايدن جندت أقصى ما تمتلك من وسائل ضغط على أعضاء الكونغرس من الحزبين بما فيها حضور نائبة الرئيس كاميلا هاريس جلسة التصويت، إلا أن الجمهوريين يدركون مأزق الحزب الديمقراطي، وبالتالي يضعون العراقيل لإفشال أي مشاريع مقدمة من خصمهم تمهيدا للانتخابات النصفية نهاية العام الحالي. لسنا متوهمين، نعلم أن هذه المعركة شاقة، ولا سيما مع معارضة الأعضاء الجمهوريين وبصورة شائنة قانون حقوق التصويت. يشار إلى أن هذا التشريع كان سيبطل التعديلات التي يحاول الجمهوريون إدخالها في ولايات متعددة وخاصة الجنوبية منها، لوضع العراقيل أمام تصويت الأقليات ولا سيما الأمريكيين الأفارقة، ومن ضمنها إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية وتقليص عدد المراكز الانتخابية في الدوائر الأخرى من دون السماح بتمديد مواعيد إقفال صناديق الاقتراع. وبرغم ذلك لا يزال الرئيس بايدن مترددا في استخدام صلاحياته الرئاسية التي تتيح له سن قوانين ملزمة يتخطى فيها عقبة الجمهوريين، ما قد يضعف المشاركة في الانتخابات ويحرم الحزب الديمقراطي أصواتا جديدة. محمد كريم، واشنطن، الميادين. قتل 3 أشخاص بينهم طفل، وأصيب 20 بانفجار عبوة ناسفة داخل سوق مزدحمة في منطقة لاهور في باكستان. الشرطة الباكستانية أعلنت أن العبوة كانت موضوعة في دراجة نارية، وذكرت وكالة رويترز أن مجموعة انفصالية في إقليم بلوخستان أعلنت مسؤوليتها عن هذا التفجير.
انتقد المرشح للرئاسة الفرنسية جان لوك ميلانشون الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون والاتحاد الأوروبي خلال تجمع انتخابي كبير في ستراسبورغ. اليوم نحن جميعا في ستراسبورغ لأن الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي بدأت، لذلك ليست هناك الكثير لفعله. في كل مرة نكون فيها هنا علينا أن نتحدث عن أوروبا خلال الاجتماعات، وهو أحد المواضيع التي يبدو إنها تسبب الملل للناس أكثر من غيرها. في فرنسا أيضا، حيث صوت مجلس الشيوخ لصالح حظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية بحجة أن الحياد شرط في مجال اللعب. التصويت يأتي لصالح تعديل قانون اقترحته مجموعة الجمهورية اليمينية يقضي بحظر ارتداء الرموز الدينية البارزة للمشاركة في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية. وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ أن الحجاب يمكن أن يعرض سلامة الرياضيين للخطر عند ممارستهم لانضباطهم. في نافذة جديدة على صيدا يعرفنا مراسلنا جمال الغربي على صناعة الحلويات، المهنة التي تشتهر بها عاصمة الجنوب اللبناني وتتناقلها الأجيال. للعين عرض الصيداويين لحلوياتهم، العين تسبق لذة المذاق وكذلك الانطباعات الإيجابية، شهرتها وصلت إلى مختلف أنحاء العالم. نحن بصيدا بنشتري بالحلويات هذا الصنف المميز اللي هو من المكسرات، تمتاز فيه صيدا. نحن بنمتاز فيه أكثر شيء لأنه نحن هذا بنتوارثه من جيل لجيل، ممكن تلاقيه بغير منطقة بس ما حتلاقيه بالجودة لأنه هذا اختصاصنا نحن. أصناف عديدة برع الصيدويون في التفنن فيها إنتاجا وتطويرا رغم أنها شديدة البساطة أحيانا، كالسمسمي والفستقي والجزري واللوزي، إضافة إلى أصناف أخرى يعود عمرها إلى بدايات القرن 19، ولكل منها حكاية. في صيدا صدر الغريبي أو ما تعرف هنا باسم السنيورة لائحة الحلويات المتوارثة أبا عن جد، فهي بحسب أبناء المدينة جزء لا يتجزأ من العادات والتقاليد الصيداوية. أحد الحلويات اللي بتشتهر فيها مدينة صيدا هي السنيورة، وهي كل العالم من كل المناطق اللبنانية بتقصد مدينة صيدا لتشتري السنيورة، مع أنه هي مكوناتها بسيطة اللي هي سمنة وطحين وسكر ناعم، ولكن نكهتها الصيداوية غير. مذاق تلك الحلوى محبب لدى الكثيرين كما هي حال باقي الحلويات الصيداوية التي اشتهرت بها المدينة. ورغم أن هذه الحلويات لم تعد حكراً على صيدا فقد بقيت تحافظ على أصولها، وأينما صنعت يتذكر الجميع أن مصدرها الأول هو هذه المدينة العتيقة على شاطئ المتوسط. جمال الغربي، صيدا جنوب لبنان، الميادين. ختام النشرة من فلسطين المحتلة، وهذا الفيديو الذي يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلات فلسطينيات يتحدين قوات الاحتلال في النقب وهن يصرخن: الأرض لنا والقدس لنا. معنا
نذكر بالعناوين. السلام عليكم ورحمة الله. رئيسي أمام مجلس الدوما: الإرهاب هو نتيجة سياسة الهيمنة الأمريكية الفاشلة، وواشنطن باتت في أضعف مواقفها. موسكو تحذر واشنطن من العواقب المأساوية لاتهامها حول كييف وتتهمها بالاستفزاز، وبايدن يتوعد روسيا إذا غزت أوكرانيا. الجيش اليمني واللجان الشعبية يوثقون خسائر الإمارات ومسلحيها في شبوة، والتحالف يواصل غاراته على المدن وبينها صنعاء. معلش نهدى الدوري بس رح أرجع، برجع إن شاء الله، رح نرجع مش مطولين، هدول مش مطولين عنا. والذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هاي تاني مرة. يطلق سراح خمسة من عائلة صالحية التي هدم منزلها في حي الشيخ جراح بشرط الإبعاد، والمحررون يؤكدون تعرضهم للضرب في السجون. ضربوك. أنا متت عم خير. تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية تغلق شارع 60 رفضا لوجود قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على رأس السلطة. دائما لمزيد من الأخبار والتفاصيل على صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. في أمان الله.